للأمهات المرضعات احذري تناول هذه الأدوية أثناء فترة رضاعة الطفل. هي رسالة محددة هنوجهها للأمهات المرضعات: توخي الحذر من تناول الأدوية إذا كنت تقومين بإرضاع طفلك رضاعة طبيعية، ولازم نكشف عن جميع الأدوية للدكتور قبل تناول دواء جديد للتأكد إنه ما بينتقلش من حليب الأم إلى الطفل عن طريق عملية الرضاعة. تعالوا نشوف بقى إيه هي الأدوية دي ومشاكلها، ولو انتقلت من الأم للجنين من خلال لبن الأم وعملية الرضاعة هتعمل إيه؟ أول حاجة معانا النهاردة هي الأسبرين، ويمكن أن ينتقل الأسبرين إلى حليب الأم ويسبب حالة خطيرة بتسمى متلازمة راي، وبيشار إليها باسم متلازمة راي جونسون في الرضع، وبترتبط متلازمة راي بتليف الدماغ والكبد، وقد تشمل علامات وأعراض هذه الحالة النعاس عند الرضع والتهيج والقيع والنوبات المرضية المختلفة. أما بالنسبة للحاجة التانية معانا النهاردة وهي المسكنات الأفيونية. المواد الأفيونية زي المورفين هي مسكنات قوية للألم، ويمكن أن تسبب هذه الأدوية مشاكل خطيرة للأطفال اللي بيقومون بعملية الرضاعة الطبيعية إذا أخذتها الأم المرضعة. قد تشمل آثار التعرض للمواد الأفيونية عند الرضع تخدير الرضع وبطء التنفس والوصول به لا قدر الله لحد الموت. بعض مضادات الاكتئاب بتمثل خطورة على صحة الأطفال الرضع، وكمان معاهم الأدوية المضادة للألم. بتكافح العديد من الأمهات الجدد اكتئاب ما بعد الولادة، وبيفكروا في العلاج بالأدوية المضادة للاكتئاب، علشان كده يجب مناقشة المخاطر مع مقدم الرعاية الصحية اللي هو الدكتور الخاص بيكي، علشان تتفادي كل المشاكل اللي ممكن تحصل بسبب الأدوية دي. أما بالنسبة لمخاطر حبوب منع الحمل، في حين إن فرص الحمل أثناء الرضاعة الطبيعية منخفضة للغاية، يمكن للأمهات المرضعات الحمل، علشان كده المفترض ان احنا نراجع الدكتور في كل وسيله مناسبه للست الحامل اثناء الرضاعه، وياريت نتجنب حبوب منع الحمل الهرمونيه اثناء الرضاعه الطبيعيه. ومع ذلك هناك العديد من خيارات منع الحمل الامنه المتاحه للسيدات المرضعات. كمان من الادويه اللي ممكن تمثل خطوره زي الادويه الخاصه بارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب، وكل الكلام ده ممكن يسبب مشاكل صحية للأمهات المرضعات، لأنها ببساطة يمكن أن تنتقل إلى حليب الثدي، مما يؤدي إلى اضطرابات في وظيفة الغدة الدرقية للأطفال الرضع. أما بالنسبة لمضادات الصرع، بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الصرع والنوبات ليست آمنة بالمرة على الأمهات المرضعات، لأن الأدوية دي بيمكن أن تنتقل من حليب الأم إلى الطفل عن طريق عملية الرضاعة الطبيعية، والكلام ده كله بيؤدي لمشاكل صحية بتتمثل في إن في جرعات عالية للرضع، ما يؤدي إلى ردود فعل سلبية عنده. علشان كده بنقول لازم ناخد بالنا ونستشير مقدم الرعاية الصحية طول الوقت. معالجة السرطان: لا تستطيع الأمهات الإرضاع أثناء تلقي العلاج الكيميائي، لأن هذه الأدوية بتشكل خطورة على الأطفال الرضع، ويمكن أن تتداخل مع نمو الرضيع الطبيعي وتسبب مشاكل في عملية النمو بشكل عام. علشان كده خليكم حريصين على أنكم تستشيروا الأطباء قبل تناول أي دواء في حالة إرضاع الأطفال.